صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين علي صلى الله عليك وعلى أبنائك المعصومين. يا ليتنا كنا معكم، هذا دعاء يا أخوان دعاء. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما، صبرا جميلا أيها المسؤول، مما أصابك فالثواب جزيل. هذا إليكم أيها المذكورون إلى آباء الشهداء كلهم. إن كنت يوما للأحبة فاقدا، أو قد عراك من المصاب ذهول، إياك تجزع إياك تجزع من حلول ذلية، فالمرء عما قاله مسؤول. فاصبر فإن الصبر خير وسيلة في النائبات، ونفعه مأمول. فالله أحدا قد أعد مثوبة، وعد الله الصابرين وعدهم للصابرين، ووعده مفعول. أوحى يوفى الصابرون أجورهم يوم المعاد، بذا أتى التنزيل. طوبى لهم حسن المآب وجنته، فردوس فيها غلة وظليل. وبذاك أوصى السبط زينب أخته، حيث البكاء أمامهن طويل. حرق المخيم وانتهاك خطورها بالنار ظلما، فالمصاب جليل. نهب وسلب للخمار والمحتون، ولهن ما بين العداد عويل. ترتاع من درد السياط فتنثني، تدعو حماها والحمي قتيل. يا مسعي أضحت بناتك حسرت بين الأجانب، ما لهن كفيل. تكلى على عتب النياق أسيرة من بينها السجاد وهو عليل. تردو إلى الأجساد وهي نواهب، ودموعها فوق الخدود تسيل. ورأت خيول الأعوجية فوقها تعدو عليها ساعة وتجول، وسروا برباس الحجال أمامها رأس الحسين. أيوة حسين، رأس الحسين به القناة تميل. حجراتك المقطوع يا الشمس المضية، للحشر ما ننسى وصابك والرزية. ننسى وسهم الصعب قلبك يا ذرانا، سنى وفتك بوخنا ونكس لمعانا،
تقطيع جسمك بالذرة قطع معانك خيل الوطن صدرك على حرب الوطن تنست يا بن حيدر على الصور المحبين وبقلوبنا تخليك عاري لا تحطه في الإنسان حال أحسن لا ينسى ركوب الوديع على مطيه حسين كلنا نعتني لكربلا نزور بس ما نوصلكم وشوف عند اسمك علي حسين وتقول وهي صفرتنا وجاه الرحمة العيون ونتذكر وقوفك علي بقلب محزون ونتذكر وقوفك علي